الجامعة الوطنية للتعليم، وأيضا التنسيق الوطني لقطاع التعليم. من موقعه الاحتجاجي، من موقع النضال والتضامن مع كل فئات نساء ورجال التعليم، أقول بأن على وزارة التربية الوطنية وعلى المعنيين بالأمر والوصيين على هذا القطاع أن ينصتوا لصوت الشارع، لصوت المؤسسات، لصوت نساء ورجال التعليم، لنبض الشارع، لنبض المؤسسات، لنبض المحتجين. نحن نطالب بإعادة النظر وإلغاء النظام الأساسي الجديد، بسحب كل المبادئ المؤثرة له والتي تأسس على ضوئها. لا نرفض تحويلنا من موظفين رسميين إلى موظفين متعاقدين. نرفض تسليع التعليم. نرفض تحويل هذه الخدمة إلى خدمة مدفوعة الثمن. هذا القطاع هو قطاع وطني، هو قطاع من القطاعات الأساسية والاستراتيجية التي على الدولة أن تتحمل المسؤولية كاملة في الحفاظ عليه والحفاظ على تماسك نسيجه الاجتماعي ونسيجه التربوي. نرفض التجاهل لنساء ورجال التعليم على مستوى الزيادة للأجور لبعض الموظفين والفئات وإغفال باقي الأطر وباقي نساء ورجال التعليم. حسن الحيموتي، عضو لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم. إذا هذه الوقفة كتجي بعد عدة معارك خاضها التنسيق الوطني على المستوى الوطني. كان 5 أكتوبر اللي كانت مسيرة في الرباط، ثم إضراب 3 أيام الأسبوع الماضي وقفة أمام المديريات، ثم اليوم إضراب لمدة 3 أيام على المستوى الوطني، وقفات الأكاديميات والمديريات. هذا الإضراب جاء بعد، وهذه المعارك النضالية جاء بعد إخراج الوزارة نظام أساسي. هذا النظام الأساسي اللي كنسموه الماء أساسي، لأنه لا يستجيب لتطلعات نساء ورجال التعليم، لأن نساء ورجال التعليم منذ مدة من 2011 الأجور مجمدة ووضع اجتماعي متردي. هناك اتفاقات دارت مع الدولة ولكن لم تطبق. إذن بالمطالب ديالنا حاليا اللي كنادوا بها، أولا بعد الحرية النقابية حق الإضراب، توقف اقتطاعات من أجور الموظفين والموظفات اللي كياخذوا الإضراب. ثانيا إرجاع النظام الأساسي لطاولة المفاوضات. ثالثا الحق في الإضراب باسترجاع المبالغ المقتطعة من المضربين والمضربات والحق اللي كيضمنها الدستور. ثالثا الزيادة في الأجور والتعويضات. رابعا إدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم تعاقد. خامسا هناك مجموعة من الفات فئوية اللي ما لقاش الحل ديالها في النظام الأساسي وكنادوا بالحل ديالها. إذا حنا كنعيشوا في الوضع الاجتماعي، ولا الأستاذ ورجل التعليم ولا في مستويات مدنية من السلم الاجتماعي، وبالتالي ما قادرش يواجه الحياة المعيشية. وبهنا كنناديو في هذا اليوم بأن الوزارة إلا ما استجابش المطالب راه بالوحدة ديالتنا وبالوحدة ديالتنا راه غادي نصمدوا وغادي نتصدوا للتراجعات الخطيرة ديال الوزارة. وتحية وشكرا. أستاذة مينا المناني، أستاذة الثانوي التأهيلي، مديرية رودان، ثانوي بن سليمان روداني. حنا اليوم كنجسدوا وقفة أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. كنبغيو نوصلوا الصوت ديالنا لوزير التربية الوطنية من أجل إعادة النظر في النظام الأساسي اللي كنعتبروه نظام مآسي، ما كيحترمش كرامة الأستاذ، كيضرب في الكرامة ديال الأستاذ، سواء أستاذ تعليم ابتدائي، أستاذ تعليم الإعدادي، أستاذ تعليم ثانوي، وطور الدعم. وبهذه الوقفة كنبغيو نوصلوا الصوت ديالنا الأستاذ، ماشي ما باغيش يقري، الأستاذ هو أول واحد كيحس بمصلحة التلميذ. حنا اللي عندنا إحساس كبير بالضياع ديال المتعلم، كما بقى قدامنا حتى شي حل. الوزارة اختارت طريق صم الآذان، ما بغاتش تصمت لنا، بالتالي ما بقى قدامنا إلا الإضراب. وهذا الإضراب كنبغيو نقولوه في إسقاط النظام الأساسي. ما بغيناش إعادة النظر، بغينا احترام كرامة المعلم، إعادة النظر في الزمن اللي باغي نحقنوا الكاهل ديالنا بمجموعة من المهام. الأستاذ راه كيخدم طاقة نفسية وعقلية، ما يمكنش تفرض عليه مهام فوق من زمن التعلمات.
وبدون مقابل. حنا هاد المهام بغيناها اختياريه، الاستاذ اللي بغاها غادي يختارها مع تعويض كما باقي القطاعات عندها كرامه من حيث الزمن، من حيث الاجره، من حيث التقاعد. سيدات اليوم بغاو ادماج الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، بغاو احترام الاستاذ داخل العمل وخارج العمل، بغاو عدد ساعات كتحترم الطاقه الدماغيه والنفسيه للاستاذ، بغاو اعاده النظر في سلم الترقيه والارقام الاستدلاليه، عدم المس باجره المتقاعد. المتقاعد خاصو يضرب سنوات 30 سنه 35 سنه 40 سنه يخرج باجره مريحه، ماشي نوليو خدامين بحال خدامين في القطاع الخاص لا لخصوصا التعليم. نعم لاحترام المعلم. حاله ان الوزاره كانت مصره على عدم السماع او فتح الحوار مع الاساتذه اللي كيطالبوا بمطالب مشروعه، حنا مستعدين نوصلوا لاي طريقه للاحتجاج بما فيها الاضراب المفتوح، بما فيها اعلان واسنه بيضاء لمالا، عدم اجراء الفروض، عدم ادخال النقط، كل الطرق ديال الضغط حنا غنختاروها. كنقولوا للمتعلمين، كنقولوا للاسر اولا، حنا بغينا وليداتهم يقراو، حنا راه عندنا وليداتنا ما كيقراوش وعندنا خوتنا ما كيقراوش، ومع ذلك حنا ما لقينا حتى شي حل من غير الاضراب. الا بغاو نوصلوا معاهم الخيار الاضراب المفتوح، حنا في اضراب مفتوح. وصلنا الاختيار نعلنوا سنه بيضاء، نعلنوا سنه بيضاء. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.